Guten Tag. نبتدي النهاردة مع بعض لكتيون فون فون دي فرانسيش. دي فوغن تاجي اللي هي the days of week أيام الأسبوع. أول حاجة عندي الأسبوع في ألمانيا بيبتدي من يوم مونتاج. مونتاج اللي هو يوم الاثنين. تمام؟ نقول مع بعض مونتاج دينستاج ميتبوخ نونغستاج فغايتاج زامستاج زونتاج. مونتاج الاثنين، دينستاج الثلاث، ميتبوخ الاربع، دونغستاج الخميس، فغايتاج الجمعة، زامستاج السبت، زونتاج الحد. Einmal Montag, Montag, Dienstag, Dienstag, Mittwoch, Mittwoch, Donnerstag, Donnerstag, Freitag, Freitag, Samstag, Samstag, Sonntag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Am steht vor Wochentage. يعني لو أنا عايز أقول في يوم الاثنين هيبدأ الفيلم هقول أم مونتاج، يبقى أنا بستخدم أم قبل أيام الأسبوع، بستخدم أم قبل أيام الأسبوع. أم دينستا أم دينستا دايف دي نايفل دي نايفل لايفت أم دينستا ناقص إن هنا يا شباب في كلمة دينستا ناقص إن هنا. Spielen wir Fußball. Am Samstag spielen wir Fußball. يبقى هنا أيام الأسبوع بحط قبلها إيه؟ بستخدم مغبوزيتسيون حرف جر أم. بيقول لي هنا بيو بحط بيتي خد بالك. Am Sonntag ist der Zirkus. Der Zirkus ist am Sonntag. يبقى هنا جت في أول الجملة أو في آخرها ده استغشتش الاثنين صح. المهم عندي إيه اللي سابت نوما يتباي الفيرب. الفيرب نوما يتباي يبقى am Sonntag ist der Zirkus و der Zirkus ist am Sonntag. طب بسأل عن أيام الأسبوع بإيه؟ الفوغن تاجر بسأل عنها بإيه؟ بسأل عنها بفن. يبقى الفوغن تاجر بسأل عنها بفن. بسأل عنها بإيه؟ بفن. ده هيبقى هاوس أو داب إن شاء الله هنعمله. بعد كده دي أو. دي أو هي الساعة. في كمان كلمة تبع البوخن تاجر اللي هي نهاية الأسبوع اسمها بوخن أندي. أم بوخن أندي في نهاية الأسبوع. طيب بعد كده قلنا هنتكلم عن دي أو الساعة. الساعة بيجي قبليها بغبوزيتسيون أم. يبقى أنا بستخدم قبل الساعة إيه؟ أم. كاتب لي هنا بايشبيل دي سيغي لايفت ام مونتاج ام في او. المسلسل هيبدا ام مونتاج يوم الاثنين ام في او الساعه 4 ام فون في او الساعه 5 ام 6 او ام 6 او مختيان دي هاوس اوف جابت. يبقى ممكن تيجي في نصك بوم
أبدأ بها الساتس. دي فوسبال شبيلة زند أم زيبن وور. طيب بسأل عن السعب إيه؟ إحنا كنا بنسأل عن الفوخن تاجة عن أيام الأسبوع بفن. هسأل عنها بأم في في الأو. هسأل عنها بإيه؟ هسأل بأم في في الأو. يبقى احنا قلنا انا بسأل بحط البوزيسيون أم قبل الساعة زي ما اقول أم في أو أم زكس أو مارتيان دي هاوس اف جابر. طيب بسأل بإيه؟ بسأل بفان. فان بسأل بيها عن حاجتين، أم فغيتاج أو اللي هي الفوكن تاج أيام الأسبوع، وكمان ممكن كمان عن الساعة أم أخت أو. تمام. الساعة ليها طريقة تانية بسأل بيها زي ما قلنا من شوية أم في في الأو. يبقى الساعة أنا بسأل بستخدم معاها الفيف غاجة أم في في الأو. أم في في الأو است دي باتي زي است أم أخت أو. يبقى فان بسأل بيها عن حاجتين، عن التاجة وعن الأو، عن التاجة وعن الأو. أم في في الأو بسأل بيها عن الأو فقط. أم فين جدس بوك غم أم قال أم أينز. يبقى أم إيه؟ أم في في الأو. فين جدا في المقام أم قال أم دغاي أو. فان فين جدي ده في المقام. مونتاج كومت نخ. المونتاج بيجي بعد إيه؟ زونتاج. إيش هابي نشت ستون. أنا عنديش حاجة أعملها. إيش تو هاوزة. إيش بلايب تو هاوزة. يبقى قلنا أم بحطها قبل الأو قبل الساعة. أم فيها أو أم زيبن أو أم زكس أو. أم بحطها قبل البوخن تاجي قبل أيام الأسبوع. بسأل عنهم بإيه؟ بسأل بفن. والساعة ليها صيغة تانية اللي هي أم في في الأو. أم في في الأو. اسم اللكتيون بتاعنا فاز ماخس دو ام فوخن اند. ام فوخن اند اللي هو الويك اند. فاز ماخس دو ام فوخن اند. هنا الجزء ده احنا بس محتاجين منه ان احنا نفهم ايه اللي بيتعمل فيه. هنا بيقول لي داز غايت تغنية. غايت تغنية اللي هي بطولة سباق خيل. بطولة سباق خيل. است ام اهي ام هنا جه بعديها ايه؟ الفوخن تاج ايام الاسبوع. ام مونتاج دينستاج. تمام. ام ام جه بعديها الايه؟ الاو. ام عين او. لما باجي اقول عايز اقول الساعة واحدة انا بقول عين او بشيل الاس. تمام. ام تسباي او الساعة اتنين. ام تغاي او ديت تساكوس شبيلت مثلا ام دونغستاغ. دي ليزي تاجة ايام القراءة. ده فيلم لايفت. انا هقول ام مثلا مونتاج وبعد كده بقول الساعة ام زكس او. تمام. كده جايب لي ديالوج اسمه كومز دومات. تيجي معانا. طيب تيجوا نسمعوا مع بعض. Lektion 25 2a. Hör den Dialog, lies mit und sprich nach. Hallo Maike, hier ist Leon. Hallo Leon. Na, was gibt's?
Hast du am Samstag schon etwas vor? Warum? Da kommt ein Zirkus. Wir können doch in den Zirkus gehen. Warte mal. Samstag? Samstag? Nein, das geht nicht. Warum denn nicht? Ich muss Fernsehen. Da läuft die Serie über Indianer, Teil 3. Das ist so interessant. Du kannst das Programm doch auf Video oder DVD aufnehmen. Ach ja, das mache ich. Also kommst du mit? Ja, klar. Super. طيب هنا بيقول هلو مايكل هي اس هي اس ليون. فاكر لما قلنا هي اس ليون يعني اللي هو ده اللي متصل، فكانه بيقول انا ليون، معاك ليون. الو هلو ليون، نا بس جيتس بس جيتس واتساب. ايه اللي حصل؟ هاز دو ام سامستاك شون ات بس فور هاست وفور اللي هو فور هابل معناها ينوي. هو انت بتنوي تعمل حاجه يوم السبت؟ قال له فاغوم ليه؟ قال له دا قمت عن ساكوس، في ساكوس هنروح لساكوس. فكنن دوخ ان دن ساكوس جين، هنذهب هيجي السيرك فاحنا هنروح السيرك. قال له فاتي مال، فاتي مال يعني انتظر استنى. زامستاك زامستاك بيفكر، قام قال له ناين داس جيت نيشت مش هينفع. Warum denn nicht? ليه لأ؟ Ich muss fernsehen. أنا لازم أتفرج على التلفزيون. Da läuft die Serie über Indiana Teil 3. هو في مسلسل عن الهنود Teil 3 الجزء الثالث. Das ist so interessant. هو شيق جدا أو ممتع جدا. Du kannst das Programm doch auf Video oder DVD aufnehmen. انت ممكن تنقله من ال دي في دي او الاول فيديو. قال له اخ يا داز ما خيش. ايوه صح انا هعمل كده. قال له also comes do it، هتيجي معانا؟ قال له ياك لا. اه طبعا زوبا. واتشاتس اند اوزدوك كلمات وتعبيرات. فاس جيتس يعني واتس اب. فوا هابن اللي هي هاستو شون ات بس فوا هاست فوا اللي هي بلان او ايم تو دو ينوي او يخطط. داس جيت نيشت يعني ذات دازنت ورك. داس تايل داس تايل او فيديو aufnehmen auf video aufnehmen aufnehmen ده verb تغنبغي verb verb منفصل اللي هي معناها on video record. ده plus verb يعني so يعني لذلك. ده lazy tag reading day. ده استغنية match او competition. bibliothek library open open مانشافت اللي هو تيم. زامستاغ غني. زامستاغ احط قبليها ايه؟ ام زامستاغ لايفت غني. فغايتاغ كان ايش نيشت سماخن ايش ايه؟ فغايتاغ نيشت سماخن مش هعمل حاجه. Am Freitag kann ich nichts machen, ich schlafe. Kommt der Zirkus um 4 Uhr? ممكن أقول wann kommt der Zirkus أو um wie viel Uhr. Machst du am Wochenende? Am Wochenende habe ich Karate-Turnier. Was machst du am Wochenende? وفينج ده فيلم عن؟ قام قال له قوم زكس. فانا اسال بايه طالما بادئ عندي سؤال بقوم؟ قوم في فيل اوا فيا في الليرنن فيا ان ذا تاكوس نيشت جين. فيا موسن في الليرنن
wir können in den Zirkus nicht gehen. Ergänze bitte. Läuft die Serie am 11. Donnerstag? هيسأل بي wann? Wann läuft die Serie? Siehst du um 3 Uhr? Hallo, ja. Es gibt eine neue Serie. Sie ist hin und sie ist fern. Um 5 geht Steffi. الصورة هنا عندي ايه؟ جيت ايه؟ اشفامن امزون تاغ ام ايه؟ است دي تياتر فورشتيلونغ. انا عندي هنا الساعة، ممكن اقول ام ايه؟ ممكن اقول ام اينس او ام اين اور. يبقى انا ممكن اقول ام اينس او ام اين اور. Danke und tschüss.